دلوقتي هسألك مثلا سؤال وانت تكتب الإجابة من غير ما تقولها، وانت كمان تكتبي الإجابة، اوكي؟ هكتب بحبك يا عفيف. لا هتكتبي هكتب بحبك يا عفيف، مش كل دي ولا نقطة. طب خلاص هاخد اجيلي نقطة. ايوه وبعدين نشوف بقى، ونفس الموضوع مادي يسأل نجلة ونشوف انتوا التوافق ما بينكم. طب يا عفيفي ماشي، بصي لي هاف، بصي لي. لا مش عايزين غش. طب ماشي انا ما قلتش حاجة. اتفضل. أول سؤال طبعا لازم يكون لعفيفي. أهلا وسهلا. آخر مكالمة على تليفون نجلة من مين؟ صباح الفل. بصي بقى اكتبي على طول ما تقعديش تغششي. خلي اكتب. مش عارفة اكتب. ده كويس الخط ده ولا امسح واكتب اكبر؟ بس يعني حلو بس ده الأسئلة كتير يعني هناخد الصفحة. لا انا نمسح. آخر مكالمة عملتها. اوكي كبير عشان تبان. ماشي كتبته خلاص؟ ده غير المكالمات اللي بتمسحها من وراه. ماشي. يلا نلف بقى، واحد اتنين تلاتة، لف يا عفيف. لف. سلمى وهدان. انت صح. هو اللي صح. هي اللي نسيت آخر مكالمة عملتها. صح هو صح. خسروا أول نقطة، والسؤال التاني المدودي. السؤال لنجلة. نعم. سؤال سهل بقى. عفيفي لابس فانيلا ولا لأ؟ انا اللي اقول لك انا بس. مش باينه لو هي لو هو كان لابس. انت ممكن تسال مهندس الصوت عشان هو اللي لابس المايك. يلا يلا اللف. هو ما بيحبش الفلنات. واول نقطه الفلنه عفيفي. في حاجه تانية في الغيارات الداخليه هنسال عنها. ممكن الله اعلم. السؤال لعفيفي القمر، قول لي نجلة مثلت كام فيلم ومسلسل بالظبط؟ يلا. انا اسكن انا ما اعرفش كام مسلسل، ده انت عايزين اقعد احسب كل ده؟ يعني فيلم ولا مسلسل؟ خلاص كام مسلسل؟ لا صعبة قوي، انا ذات نفسي عايزين اصلا المجموع انت تقعدي تفرهم لنا. انا ضربت الرقم في يعني لا في التقريبي كده. ها طب احنا ننام ونيجي بكره؟ اه تكوني ذاكرتي؟ اه بجد؟ اه والله. لا يعني كده بالتقريب، بالتقريب المجموع مش لازم تكتبي اساميك. بالتقريب بتكلم في ده. طيب يلا يلا نلف. ورينا يا عفيف فيلم واحد و10 مسلسلات. هي كتبت بالتقريب 14 فيلم واحد، وكانت لسه هترص المسلسلات ما لحقتش، بس برضه هم كده خسروا. لو كان هو كتب 14 كان يبقى عارف عنها، بس واضح ان هو مش ملم بحياتها ومش مهتم بيها. بتحاول تهدي ناقوس خطر يا دوك في حياتها نفسك الزوجيه. لم نفسك. مش هنقول حاجه. ده يلا كده واحد. السؤال لنجل. نعم. ايه اخر فيلم اتفرج عليه يا عفيف؟ اكتب. انا ما اعرفش اخر فيلم. لا كان اسمه ايه؟ انا انت هتقولي له. ما كنا مع بعض. هو كان بقى ايوه اللي كنتوا مع بعض فيه. ما يتنسيش. ما فاكراه بس بجد؟ سينما بقى، شفناه في السينما. الله. خلاص؟ لا خلاص كتبت. انت رحت سينما؟ انا قعدت في البيت بصراحه، كنا شايفينه في البيت. لف. طب استنى في البيت؟ لا لف خلاص بينا. طب انا رحت بقى. لا صح ده اللي شفناه. لا ده اخر فيلم شفناه في البيت. ده اخر فيلم في البيت. وده اخر فيلم في السينما. ده صح. هو انا ما قلتش في البيت او في السينما يعني، بس ده اخر فيلم في البيت وده اخر فيلم في السينما. شوفي انا هديكم نقطه بس عشان خاطر عيون عفيف. حياتي ما اقدرش اخسره كل ده. وتاني نقطه عشان خاطر عيون عفيفي. وسقفه جامده قوي. بس بجد هو اخر فيلم في السينما ده اخر فيلم في البيت ده. خلاص يبقى انتوا الاجابه صح. تمام. قول لي يا عفيف. لا قول يا عفيف. لا يا عفيف. اسم عم بابة نجلة ايه؟ عم بابة نجلة يعني ايه عم بابة نجلة؟ عم باباكي اسمه ايه؟ اذا كان انا معرفوش. لا هو لازم يعرف شجرة العيلة. والمصحف معرفة. عم بابا. امال هو يخش في جوازة كده ما يعرفش. عم ابويا. ايوه امال ايه؟ يا عم قوم يا ابني تعالى نمشي. لا استنى. قوم يا ابني جاي ناس تخسر. عم انا معرفوش. مش لازم يبقى عارف عيلتي. طب انا عم بابا اسمه ايه؟ فتحي. اهو شفتي بقى؟ طب انا تصدق ان انت كدبت. ليه اسالها مش فتحي؟ ايوه يا جدع عفيفي عفيفي. ابويا ما كانش عنده عم على فكره. اصلا طب في اختيارات؟ ابويا ما كانش عنده عم. واثبتي كنت تكتبه. لا طب خلاص اسال سؤال تاني. الاسم عم بس كم عرفوه؟ ما شفتوش. مين اخر صاحبه نجله اتخانقت معاها؟ ما بتخانقش. لا بتتخانقي. شديتي معاها. انت شديتي شعرها وبهدلت. ده عمري لا ما عنديش.
خناقه خفيفه كده. طيب جت وقالت لك انا زعلانه منها قوي قوي. مين؟ اهو هقول الاسم الاول بس. طيب زعلانه منها قوي؟ اكتبي. عملت لك كروب. ايه؟ لا دي كده وحشه. دي وحشه. يا نهار اسود احنا فضحناها. دي وحشه. المهم مش لازم تكتبي الاسم الثلاثي يعني. يلا واحد اثنين ثلاثة. هي. انا اسمي جيجي وجيهان. ليه يا جيهان تعملي النجله كروب؟ انت تطولي تبقى معاكي في صوره دي قمر، وكفايه انها من ريحه عفيفي، يعني هي مش جايه لك لوحدها. ده ايه ده؟ ازاي تعمل كده؟ طب السؤال لنجل. عفيفي اتخرج سنه كام من الجامعه؟ اكتب يلا يا عفيف. وهو سهل عليه. خلاص يلا نلف. اوه نقطة ال 98. على فكرة أنا ما أعرفش عمري ما سألت السؤال ده بس خمنت. طب يلا هسألك يا عفيفي وقولي. نجلة لو ما كانتش فنانة ومذيعة كنت تحس كده إنها تشتغل إيه؟ بجد؟ ايه ده دكتوره؟ ما هو كله فن برضه. هو ده اسمه فن يا راجل. لا ده ذكاء، ده بيتغشش. ده هم بيغششوا بعض من بدري. فين ده؟ يلا لف ولف ونشوف. تقريبا مختلفين. مهندسه ديكور وفي الدعايه والاعلان. اهو انا ما جبتش حاجه من عندي اهو. انا وانت مش عارفين يجاوبوا زي بعض اهو. دي علامه. هو يا رب. هو دي علامه. بشتغل في الديكور. يلا اسالها يا مندوجي. السؤال الجاي لنجله. يا رب. اسم جدته ايه؟ عبير اسود. ليها اسم معروف اسمها ايه؟ طب اكتبي عبير. اكتبي عبير. عبير ايه اللي عبير؟ اكتبي اي حاجه. اكتبي اي حاجه وانا هقول. انت كاتب. هاتي انا اكتبها. ما كانتش عارفه اسمي. هتعرف اسم جدتي. صح صح. يعني هي ما كانتش عارفه اسمي ايه. هتعرف اسم جدتي. على رايك صح. طب اكتب بقى. ده اسمي مين؟ وسلامونا للحاجة أم محمود، وأنا أعرفكم أن عباس دخل الجيش. كل أما ده؟ أما زينب وعيالها. أنت بتكتبي شجرة العيلة؟ طب إيه؟ ماشي يلا. وريني. ماشي. إيه حرقة دمك وقهرتك. مامة أجمل أم جابت لي أعظم راجل عفيفي. لا ده إحنا نسمع زغروطة بقى. النكايدهن عظيم. أو ده اسمها. وانا ادي نقطة عشان خاطر مامة عفيفي، ونقطة عشان خاطر جدة عفيفي، وثلاث نقط عشان خاطر عفيفي، وهعتبركم كسبتوا معانا في اللعبة دي، وألف ألف مبروك بقى. المصحف ما حسيبك. والله ما حسيبك. بقى والله ما حسيبك عشان هم عندنا في البيت.